اخطر 3 اماكن في مصر ما ينفعش انك تزورهم ابدا، والمكان الاول هيصدمك من العجائب اللي موجودة فيه. تالت مكان هو قصر البارون، واللي بيتقال عليه قصر الاشباح، وده بسبب الاصوات اللي بتطلع منه كل يوم بالليل، اصوات اشباح، وده كلام جميع السكان اللي ساكنين حواليه. والقصر ده بقى ليه قصص كتير جدا، فتعالى اما احكي لك على واحدة منهم. في الثمانينات كانت ناس موجودة في القصر وقتها، وشافوا دخان كبير خارج من الغرفة الرئيسية للقصر، ودي نفس الغرفة اللي اتقتلت فيها اخت البارون واترمت من النافذة بتاع الغرفة دي. وبعدها ظهرت نار كبيرة كأن الغرفة بتولع، ولكن بعدها على طول في نفس اللحظة انطفت النار دي تماما وبغير اي مساعدة وبغير ما يكون في اي حد فوق اصلا، وده غير طبعا انهم بيشوفوا دايما في نفس النافذة اللي اتقتلت فيها اخت البارون شبح وكأنه هي بالظبط. وجريمة القتل دي طبعا حاصلة من زمان، وطبعا مش هقولك ان القصر ده ممنوع اي حد يدخله بالليل نهائيا، وده غير الاسرار الكتيرة طبعا اللي موجودة عن القصر ده واللي عايزة لها فيديو لوحده. تاني مكان هو عمارة رشيد، واللي اقدر اقولهولك عنها ان كل ما حد بيسكن العمارة دي بعدها على طول بنسمع خبر وفاته، وطبعا دي مش حصلت مرة ولا اتنين وتلاتة، لا ده حصلت كذا مرة، وطبعا برضو عايزة لها فيديو لوحده. تالت مكان من اخطر الاماكن في مصر اللي ما ينفعش انك تزورها ابدا، بارت 2، شقة بورسعيد. واللي ما يعرفش فالشقة دي كانت في يوم من الايام مزار سياحي لجميع من المدن المصرية، لا ده كمان صيتها انتشر جدا لدرجة ان السياح لما كانوا بينزلوا على مصر كانوا بيروحوا عشان يشوفوا بس الشقة من بره كده. ايه بقى اللي حصل في الشقة دي؟ بيقولوا ان كان ساكن في الشقة دي واحد دجال واللي من الناس دي يعني، وكانت دايما الناس شاكة في الراجل ده وعارفين ان هو بيعمل اعمال ودجل وكده، وده طبعا بسبب الناس اللي دايما بيزوروا في البيت، وبسبب كمان الاصوات الغريبة اللي دايما بيسمعوها بالليل. في يوم من الايام بقى واثناء اذان الفجر مرة واحدة والناس سمعت انفجار كبير جدا وكأن عمارة اتهدت او حاجة كده اتضربت في البيت كله. جم المرة واحدة الناس بيبصوا لقوا ان الغرفة اللي هي على الشارع متفجرة، بس مش اي تفجير عادي، لقوا ان كمان في نار كانت موجودة في الوقت ده. بعد ما النار هديت والدنيا راقت كده جم عشان يبصوا في البيت، لقوا ان البيت مفيهوش اي حاجة اصلا محروق، لا ده كمان الحيطان بتاعت البيت متفجرة كأنها معمولة بالمسطرة، يعني كأنها مرسومة حرفيا، وكمان البيت الوانه لسه موجودة زي ما هي ومفيش اي حاجة حصل. ده غير كده ان العمود اللي كان جنب البيت ده كان دايما مرفوع لفوق، يعني اللمبة بدل ما هي نازلة لتحت كده لا كانت مرفوعة لفوق. وطبعا حاولوا في كذا مرة ان هم يعدلوا العمود وان هم يركبوا حتى عمود تاني، ولكن برضو لقوا العمود عمل نفس المشكلة، وهي ان اللمبة بتاعته بتبقى متجهة لفوق. والتفسير للموضوع دوت ان هو الراجل ده حضر حاجة ومعرفش يصرفها، وطبعا الموضوع ده خطير جدا وممكن يسبب فعلا كوارث.